نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن محمد عبد الوهاب ونرجع بقى نشوف أخبار. يرحمه محمد عبد الوهاب اللاعب المخلص اللاعب الجميل، الله يرحمه ويسكنه الجنة إن شاء الله، لأنه أضاف للنادي الأهلي وللجهة اليسرى بتاعتنا. يعني نتمنى أن ربنا يعوضنا بواحد زيه بس إن شاء الله. الله يرحمه ويسامحه ويغفر له، هو من اللعيبة المحترمة جدا، كان في النادي الأهلي والمنتخب المصري. الله يرحمه كابتن محمد عبد الوهاب، ظهير شمال بصراحة، يعني ما جاش زيه في مصر لغاية دلوقتي، وبنقول الله يرحمه وعوضنا عنه خير إن شاء الله، ويا ريت يجي زيه تاني. يعني كان من أحسن الشخصيات اللي كانت موجودة في الكرة المصرية، وكان شخصية محترمة جدا، ومن الناس القليلة اللي ما كانتش بتخلي الجمهور يبقى متعصب في المطوشة، وكان بيبقى هادي في المطوشة، وكان لعيب من اللعيبة القليلين مصر هتجيب زيها في الفترة اللي جاية. الله 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 الله، هدف الاول. صاروخ يا محمد يا عبد الوهاب، حلوه حلوه حلوه، من اروع الاهداف اللي شفناها السنه. كان لاعب محترم جدا، يعني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. كان يعني رحيله اثر في الجماهير كلها، سواء اهلي او زمالك وجماهير الكره المصريه كلها عامه، فاحنا بنقول يعني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. اولا انا زملكاوي تمام، بس أنا كنت أعشق هذا اللاعب، كان لاعب على خلق، محترم، مؤدب، مهذب، ماشي، خلاف على كان مهاري، ماشي. عن جد يعني إحنا فقدنا لاعب أدب واحترام وموهبة، ولكن إحنا ما نقدرش نقول دلوقتي إلا الله يرحمه. وأنا فاكر هو كان في نادي الزفرة في أبو ظبي، وجي من هناك على النادي الأهلي طوالي، وكان مميز الحقيقة، الله يرحمه، مميز قوي قوي قوي، يعني ان هو كان احسن وينج شمال برضه، وان ما فيش لحد دلوقتي وينج شمال يجي زي المرحوم محمد عبد الوهاب. الله يرحمه كان لاعب راجل، كان راجل محترم برضه، وادى الاهلي كتير، وكان لاعب عارف معنى التيشيرت اللي لابسه، وذو اخلاق رفيعه. فقدنا لعيب من اللعيبه المميزين في النادي الاهلي، وكانت ماساه بالنسبه للكابتن محمد ان هو يتوفى في الملعب، ودي كانت حاجه يعني صعبه جدا على الاهلي وجمهوره بالذات.